طيب هنروح للكره الطائره. يمكن الاهلي لعب هيليوبلس فزنا عليه الحمد لله بنتيجه 3-0. المباراه دي كانت مهمه والحمد لله ربنا كرمنا وفزنا بنتيجه مريحه 25-11 25-20 25-13. والماتش ده كانت لعب الجمعه اللي فاتت على صاله الامير عبد الله الفيصل. وكده ان شاء الله الاهلي المفروض هيلاعب الماتش بكره مع نادي الترسانه بسبب انه تاجل الماتش. كان ماتش مؤجل قبل كده بس هيلعبه بكره ان شاء الله مع نادي الترسانه. كل التوفيق ان شاء الله لفريق الطائره. وبمناسبه كل الثقه وكل الدعم لكابتن محمد مصالح حميد واللاعبين، ياما فرحتونا وان شاء الله تفرحونا كمان الموسم ده.